يا صباح الخير، يا صباح السعادة، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة. كل سنة وأنتم طيبين. طبعا رمضان معروف بالعروض الكتير والخير الكتير. النهاردة معانا شركة من الشركات المميزة، الشركات اللي لها اسم، ديكو فرنس. يعني لما نقول ديكو فرنس بنقول الستاير المميزة، بنقول الستاير اللي كل عروسة بتتمناها. مش هقدر طبعا أعرف شركتي أكتر أو أعرف شركة ضيفنا الجميل اللي منورنا النهاردة، هخليه هو يعرف شركته بنفسه. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح النور استاذ. عايزين نعرف بس حضرتك شركتك وجمال الشركه. احنا شفنا هي شركه صغيره مش كبيره، يعني عرفنا عليها وعرف حضرتك السنه وشنو. معك محمد حسام، اختصاصي ستاير وديزاينر، بس مبدئيا انا يعني مبتدئ بمصر بقالي يعني تقريبا سنه. حضرتك اللي بتعمل الستاير بنفسك؟ بنفسي، وعندي كادر كمان فني تركيب وتفصيل يعني والتوابع ممتاز. الستاير. طب حضرتك الفكره جات لك ازاي انك تشتغل في الستاير؟ والله انا شغلي في التجاره وبحب الصناعه كمان، يعني بحب الصناعه. فاصحابي تقريبا كذا واحد من اصحابي بيشتغلوا بالمهنه يعني تبع الستاير. ففي واحد من بين صحابي يعني أواني بالمهنة دي، الله يرحمه وتوفى. شجعك يعني التشجيع كان من صحاب حضرتك؟ وفي ممارسة، يعني في ممارسة. هو جميل إن حد يشجعك برضو في أول بدايتك يقول لك انجح، أكيد كمل أكيد. أنت شغلك جميل. بس الموضوع كان هواية ولا دراسة؟ لا هواية. جت هواية؟ ما شاء الله عليك. بس الموضوع زي ده عاوز مهنة وعاوز لا دراسة كتير. هواية ومن فترة طويلة، يعني تقريبا صار لي بالمجال 18 سنة. 18 سنة فترة كبيرة برضه. حضرتك بتشتغل في مصر اكيد، وشركة حضرتك في مصر؟ والله انا شغلي برا مصر، بس موضوع الكورونا من سنه تقريبا خلاني يعني ابتدئ بموضوع الاونلاين واني اجرب السوق المصري، يعني لانه وقفت شغلي. فتره كورونا خلت الكل يشتغل اونلاين. أيوة اكيد صح. طبعا اكيد. فانا ما بقدر اقعد يعني واستنى، انا عندي شغل برا مصر، انا مقيم بمصر يعني تقريبا من 5 سنين. فالموضوع يعني اجت الفكره اني قاعد خليني اجرب موضوع الاونلاين وبالمهنه اللي انا بشتغل فيها. تمام. حضرتك بتشتغل بقى انواع الستاير كتير جدا. صحيح. ايه اكتر ستاير بتطلب منك او اكتر ديزاين بيطلب منك؟ هلا هي الناس تقريبا اغلب الناس متجهه لموضوع للستاير المودرن اكتر حاجه بتنطلب. طبعا اكيد. الكلاسيك مكلف، يعني مكلف جدا وطلبه قليل. فنحن الشغل اللي بنشتغله اغلبه مودرن. ايه الفرق ما بين ده وده؟ اكيد في فرق كبير. الستاير المودرن يعني بتكون بسيطه وسيمبل، يعني ما فيها التعقيدات اللي زي الكلاسيك. الكلاسيك بتهدر بالقماش وبالاكسسوار ومكلفه جدا يعني. طب احنا برضو عاوزين تكلمنا عن ستاير حضرتك، انا مش عارفه طبعا اوصفها من كثر جمالها. فعاوزينك تتكلم عنها اكتر. هلا الحقيقه بس لو يعرضوا لنا الصور بس عشان الساده المشاهدين يشوفوها. الحقيقه هي الستاير انا اللي عم بشتغلها مثل اي حدا تقريبا، بس الفرق بالخامه. انا بدور على خامه مميزه والوان مميزه. طبعا كمان تقفيل الستاير والخياطه بيلعب دور كبير. معنا صور حضرتك ما شاء الله، الشغل روعة بجد. الشغل المعروض طبعا كله شغل تصوير على الواقع من غير فوتوشوب وشغل يعني. نفس التصميم اللي هطلبه مش هيجي لي غيره؟ لا لا، ده شغل عند العملاء ومتصور عادي يعني. جميل. طب يضمن لي ازاي ان انا اطلب الحاجة دي تجي لي زي ما هي؟ هلا انا كثير مسهل على الزباين، عامل تسهيلات كثير. اول شغلة اكبر برهان اللي على الصفحة آراء العملاء، الكومنتات الموجودة على الصفحة. لا احنا شفنا ما شاء الله، يعني انا بجد بقول لك يعني صفحة حضرتك جميلة جدا ممتازة. الحمد لله. وفي ناس يعني في ناس حقها انه تقلق من موضوع الاونلاين. اكيد طبعا. فأنا بحب ريح الزبون. مثلا زبون حابب يتعامل معي بيقول لي انه انتم سوريين وشغلكم وكذا، ف يعني هو مقبل انه يتعامل معي وبنفس الوقت في تردد لانه اونلاين. أكيد. فأنا بحاول إنه أدور على شغلة إنه تريحه. يعني مثلا هو بثبت الأوردر معي وبيوافق. هو برضه يدي الثقة اللي عاملين هو يشتغل. أيوة. معك مرة تانية أو يطلب حاجة تانية. أغلب الزبائن بيبتدئوا بحاجة صغيرة، يعني مثلا بيقول لك حجرب غرفة معه، لو عجبني الشغل حكمل البيت. فأنا لما بشتغل قبل ما يطلع الأوردر على الشحن بعمل له تصوير فيديو للعميل
باخد المقاس يعني بقيس الستارة عرضه ارتفاعي باللي هو طالبهم بالضبط. وفي طبعا الحيطة دي لونها مش عارفة ايه، لازم اللون زيها. هاي الامور قبل التثبيت على الاوردر نحن بنساعده على الالوان وتنسيق الالوان عنده بالبيت. يعني حضراتكم بتساعدوه برضه؟ اكيد ممتاز. طبعا مش يعني مو الهدف انه خلاص انا بدي ابيع للزبون، والهدف انه مكسب مالي او مادي، هو يكون سعيد برضه، حاجه ممتازه طبعا واثق فيك. فلما انا ببعث له الفيديو على الواتس بقول له شغلك اتصور ونحن من بالتغليف والامبلاج، من قبل ما يوصل هو بيشوف شغله على الفيديو، من قبل ما يستلم الاوردر بيكون هو يعني ممنون ومبسوط ويعني كانه استلم الاوردر. المعامله هي اهم شيء. ولما يستلم الاوردر اغلب الزبائن بتقول لي الصور عندك ظلمه الشغل. يعني على الطبيعه اجمل من الشغل اللي على الصور. الحمد لله ممتاز جدا. طب حضرتك يعني الفكره انك تشتغل في التصميم ده يعني نفسه الستائر نفسها، اشمعنى الستائر؟ والله يعني انا شغلي كان برا مصر في الديزاينات والستائر مع بعض، يعني اللي هي التابلوهات، الساعات، زاويه الكافيهات، زاويه كافيه بالديكورات بسيطه يعني. وانا بحب يعني المجال هذا بحبه، اي شغله بالبيت يعني من ديزاين من شغله ديكوريه بحبها. حاجه من صغرك بتحبها؟ ايوه اكيد. كنت يعني حاجه يعني ترسم جميل جدا عشان كده حبيتها. صح ما شاء الله عليك. لا جميل الحمد جدا. لله. شركتك ابتدت من امتى؟ بدايه اول بدايه للشركه تقريبا من 9 شهور. 6 شهور؟ 9 شهور تقريبا. 9 شهور ما شاء الله، بس شغله عالي بس جدا. الحمد لله يعني بفتره بسيطه صار عندي يعني صار عندي عملاء ما كنت متوقع انه يكونوا بهالكم. ازاي قدرت تحقق النجاح ده؟ هلا اكيد اللي بيشتغل بضمير وبصدق وبامانه هذا الشيء يعني بيعمل له ارضيه صلبه انه يشتغل عليها. طبعا. فالموضوع انه مثلا حضرتك تعاملتي معي، اختك، قريبتك، صاحبتك حتكون واثقه فيكي اكثر مني، انا ما بتعرفنيش. فلما تسالك انت عملتي ستايرك فين؟ حتقولي لها والله عملتهم عند في الشركه الفلانيه. فهي واثقه بحضرتك فاوتوماتيك حتقول لك اعطيني البيج بتاع الصفحه وخلاص انا شفت شغله. فواحد عن يعني الدعايه بتاعتي مش بس ترويج للبوست اللي انا بحطه او لا، يعني الزباين هم نفسهم دعايه لي. تمام طبعا. والمعامله يعني بتلعب دور. جات لك برضه يعني واحده تقول لك انا عاوزه ستاره ما حدش عملها قبل كده؟ هلا بمعنى اصح ما تعملش لحد بعديها. يعني بصراحه هي الموديلات الستاير تقريبا يعني صارت منتشره والموديلات تقريبا مكرره. بس فرق الفكرة بس إن أنا الفرق مش عايزة حاجة مكررة. الفرق الفرق لا الفرق نظافه الشغل. يعني مثلا هنا بيجيني زباين بيكونوا عاملين ستاير جديده بس للاسف التقفيل والخياطه مبهدله الشغل، فبيقولوا لي عشان الموضوع ده عايزين نغير الستاير. يعني انا في ناس بتيجي لعندي او عامل كمان حاجه ثانيه انه بريح للزبون الاماكن اللي حواليه متاح معينه وباخذ معي العينات كمان. يعني حضرتك كمان متاح لكل الاماكن؟ طبعا. بس في القاهره الاماكن القريبه انا عامل خدمه انه حضرتك مثلا صعبه انك تيجي المكتب عندي. أكيد. فانا عندي عينات وبطلع باخذ. بتتعامل مع شركه شح ولا حضرتك؟ بصراحه انا عندي يعني موضوع الشحن لسه على حد الان بغير. يعني دلوقتي ثالث شركه بجربها، في مشاكل بشركات الشحن. طب تسمح لي اقطع حضرتك، احنا معانا اتصال استاذة مروه. الو استاذة مروه. صباح الخير. صباح النور. ازي حضرتك؟ على ما اظن الحمد لله خير. اهلا وسهلا بيك. عاوزين نعرف راي حضرتك في شغل استاذ محمد. صراحه حاجه فوق الممتازه، كانت تجربه جميله جدا والحاجات كلها كانت متابعه اونلاين. انا ما روحتش المكان، انا في اسكندريه. مصداقيه كانت عاليه جدا، الكواليتي والماتيريال فوق التحفه. اهتمامهم بالتفاصيل واهتمامهم ان هم يشوفوا انا عملت ايه بعد التركيب، وان انا ابعت صوره للحاجه وهي متركبه، ولو في اي تعديلات هو كان بيساعدني فيها. ممتاز. كان بيرشح لي الفروق بين الحاجات، يعني يقول لي دي سعرها كذا وكويسه ودي سعرها اقل وكويسه برضه، مش اللي هو الاعلى بيقول لي عليه. ف
يعني اخد يعني الاغلى. اخترته بمعنى اصح الستاير مع بعض. اه بالظبط كده. جميل ممتاز، نشكر حضرتك يا استاذه مروه انا على بجد العمل بشكره المميز جدا، عندك. ربنا يبارك له، وحاجه جميله، واتمنى ربنا يوفقهم دايما. يعني الواحد بيبقى مبسوط ان في حاجه حلوه كده، وطبعا اكيد هم في بلدهم تاني مصر. نشكر شكرا حضرتك لمرورك استاذه مروه. شرفتيني، دي شهاده كبيره جدا طبعا من عميله. الدكتوره مروه من العملاء المميزه عندي يعني باسكندريه بصراحه. يمكن لا يمكن سوهاج. اه سوهاج، حضرتك وصلت سوهاج ما شاء الله، واسوان ومدن كتير الحمد ما لله شاء الله، يعني التوصيل في كل اماكن، في كل اماكن. ودي مخاطره على فكره. اه طبعا، لانه العميل لما عم يثبت على الاوردر ما فيش عربون، انا ما عنديش مثلا انه ابعت لي حول لي او عشان اقص القماش، دي فيها مغامره بالنسبه لي. يعني انا بعمل يعني حضرتك المقاسات بتبعت الشغل من غير ولا حاجه، على الثقه. طب انت ايه الثقه دي؟ لاني واثق من شغلي وواثق من الخامات اللي بشتغل فيها. اكيد تبعته بقى مع حد مش ببعته بشركه شحن وضد الدفع، يعني الشركه لما تسلم الشغل العميل بيدفع الفلوس للشركه وانا التحصيل بعدين. تمام، يعني حضرتك ما تعاملتش مع شركه نفسها، ما ثبتتش مع شركه واحده؟ لا بصراحة أنا لما بشوف الشركة في لها يعني سلبيات بحاول إنه أدور للشركة الأحسن، لأنه شركة الشحن بتأثر على سمعتي كمان نفس الوقت. أنا لما أقول للعميل إنه خلال 3 أيام بتكون عندك بيكون عندك الأوردر، لو تأخر أكثر من كده مش حيقول شركة الشحن، حيقول التقصير مني. أكيد طبعا، هي دي المشكلة اللي بعاني منها. طب أنا دلوقتي في سوهاج، زي الأوردر ده جالك في سوهاج، وصل في خلال قد إيه؟ والله الأستاذة مروة كانت بتجهز لفرحها، فتفاوضنا كتير يعني صرت ساعدها بالألوان وتنسيق الألوان، ضلينا تقريبا 3 أيام على تواصل لحتى ثبتت الأوردر. أنا كتير دقيق بموضوع تثبيت الأوردر، يعني بحاول يعني يكون حليم مع الزبون أو العميل إنه لا المقاس هذا أفضل. في ناس مثلا بتقلي أنا عايز الستارة تحت الشباك بشوية، بقول له لا هتطلع يعني مش شيء، مش لطيفة. لازم ننزل فيها لتحت، نخلي 3 سنتي من تحت. بس وكده بس حلو ان انت بتشاركهم الرأي، مش مجرد بركب ستارة وامشي. لا هلا في صفحات تانية باسلوب البيع بتاعهم، خلاص مقاس واحد ما عنديش غيره، اللي هو عرض 1.40 متر في ارتفاع 2.70 متر وخلاص، هركبه لك يعني خلاص. زي اللي بيبيع قطعة محددة. اما انا لا، بالنسبة لي الزبون العميل لما بيكلمني بدي المقاسات بالضبط يعني حسب ما هو بديني اياها، تمام، وبيوصل الاوردر اللي عنده زي ما هو عايزه احسن. ممتاز. فالاستاذه مروه لما اتعاملت معي كانت قلقانه اول فتره، فلما استلمت الاوردر انا اتفاجئت، يعني عامله كومنت كتير حلو، يعني كومنت كبير شكر ونصيحه للعملاء. اكيد شغلها يعني شغل حضرتك عجبها، فلازم الحمد تديلك لله الشكر كله، يعني وشهاده بعتز فيها. ممتاز. بستأذن بس من الأستاذ نصر، يا ريت نطلع فاصل بس بسيط ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية ومع الشركة الجميلة اللي كل عروسة بتدور عليها، وهي الستارة. الستارة هي حاجة بجد يعني كلنا بندور عليها، أفضل ستارة واللي تجذب بمعنى أصح اللي تجذب البيت، اللي تخليك تحس بالراحة النفسية. حضرتك طبعا أنا قبل الحلقة كان نفسي أسألك إيه أكتر تصميم عملته وعجب الناس أو عمل لك شو كبير جدا؟ والله هو التصاميم يعني تقريبا قريبة من بعضها، لأنه الناس زي ما قلت لك الناس متجهة للتصاميم المودرن. أنا عملت تصميم مميز، العميلة طلبت حاجة مميزة، في شغل يدوي، فبدل الحلق هي يعني حابب تشتغل يدوي برضو، مش كل الشغل يعني حسب طلب العميل. وطبعا الشغل اليدوي حيكون مكلف اكثر من الشغل اللي على المكان. فطلبت مني شغل يدوي، هي جايبه صوره من على النت، وفيها شغل يعني بدل الحلقات رباطات وعليها بابيونات ومدخله، يعني في حاجه داخله بقلب الستاره مدخل فيها شغل الحاجة. شغل السناره. فانا اضطريت اني اشتغل الستاره وشغل السناره قد يعني في واحده ست بتشتغل بايدها على لوحه معينه. الشغل ده مش دايما بيطلب منك؟ لا ده نادر، لانه نادر مكلف. مكلف، لانه انا حاشتغل فيه يدوي وفي ستات بيشتغلوا فيه يدوي، وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه يعني ان شاء الله حيكون في
شغل جديد بعيد عن السوق تماما. تمام. يعني مفاجأة حيكون ان شاء الله. احنا عايزين المفاجأة دي في اخر الحلقة تقولها لنا اكيد. هلا ولا تخليها يعني هخليها لحتى تنعرض على الصفحة حتى الفكرة تضل يعني اخذ سريتها. تاخذ مفاجأتها. ايوه. طب حضرتك الستارة بتختلف من الستارة للتانية؟ اكيد في الشكل أكيد. او في الحجم؟ بالشكل وبالحجم وبالسعر كمان. طب ايه يعني انا الصغيره غير الكبيره غير لا الأسف. هلا اول شغله القماش، في قماش كثير يعني الناس يعني مش كله نفس القماش. لا لا الناس غفلانين عنا، يعني في قماش بيوصل مثلا ل 50 دولار المتر، وفي قماش بيبتدي من ال 18 جنيه. بس طبعا انا يعني بحاول انه ميز شغلي، ما بشتغلش بالقماش الخفيف اللي هو الشعبي. بتشتغل بالحاجة يعني انا بشتغل برنج معين يعني عشان سمعت الاسم، لانه هذا الاسم الناس وظروفها، لانه بصراحه الاسم عم بشتغل عليه، الاسم عم بشتغل عليه ان شاء الله، يعني يعني متامل انه يصير براند بالمستقبل. يعني براند له وزنه، بيتحاول ان انت تبني له اسم وكيان ان شاء الله. بس هو ما شاء الله ليه اسم، يعني احنا دخلنا على الصفحه ما شاء الله حاجه جميله جدا. يعني ان شاء الله يعني بنسعى للافضل. حضرتك قلت ابتديت من كم؟ من 9 شهور تقريبا. لا مش من 9 شهور، اكيد اكتر. لا يعني اذا اكتر ممكن الجمال من 10 شهور. وال يعني التالق ده عاوز سنين. مش يعني بصراحه هو كان الموضوع الاونلاين تجربه للسوق المصري، واتضح لي انه السوق المصري يعني سوق واعد وبيستاهل انه الواحد يخوض فيه تجربه ويغامر فيه كمان. لا ولازم يكون قوي. أكيد أكيد لازم تكون قوي ويكون متميز، ويكون متميز وشغله متميز وفي إتقان بالعمل وفي مصداقية. أول شغلة يعني أول شغلة هي المصداقية والشغل بضمير، هي بنقدر نبني عليها أبداً الشغل بتاعنا والمستقبل بتاعنا، وحيكبر الشغل من وراء المصداقية والشغل اللي يعني اللي بيشتغل واحد شغلانة بيحبها ومن قلبه. أكيد طبعاً أكيد. وأكيد يا حضرتك فريق، يعني فريق حضرتك متفاهم وأنتم متفاهمين مع بعض طبعاً. لأن أهم حاجة الفريق. بكل حال يعني أي شغلة بتطلع من المكتب لازم شيك عليها، لو أي حد شاغلها كل حاجة بتشيك عليها قبل ما تطلع لعند العميل، لازم شيك عليها من الألف للياء. حضرتك اللي بترد على الرسائل ولا في؟ يعني 95% بالرد عن طريقي. في حد متخصص للموضوع؟ في حد متخصص، بس لازم كمان الرد على الرسائل كمان، يعني بحاول يكون قدر الامكان يكون موجود. لازم لو ما ردتش انت ما بتردوش، مش مهتمين والكلام ده كله. يعني انا بحاول احول الردود على الواتساب. تمام. بيكون اسهل واسلس بالنسبه للردود. تمام. طبعا كل شغل فيه سلبيات وفيه الايجابيات. خلينا نعرف الايجابيات الاول وبعد كده نعرف السلبيات. والله موضوع الاونلاين بصراحه السلبيات بتاعته انه انت عم تحاوري عميل ما بتعرفي عنه شيء، يعني ممكن يكون عميل مش مجدي. حضرتك نرجع تاني السؤال، معنا اتصال بس استاذه جهاد. اتفضل. الو الو، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا بنتي، نورتينا. عاوزين نعرف حضرتك راي حضرتك في شغل استاذ محمد. استاذ حسام. اتفضلي. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذه جيهان. بصراحه شغل ممتاز وفوق الممتاز، ربنا يحفظك ان شاء الله. والمواعيد ملتزمه والمنتج ممتاز، يعني حضرتك يعني مش عارفه اقول ايه اكتر من كده. حضرتك مجرد ما طلبت الاوردر وصلك؟ نعم. مجرد ما طلبت الاوردر وصلك في الميعاد اللي هو حدده؟ وصل لي مظبوط بالثانيه، تظبطي عليه الساعه ما شاء الله. الحمد لله. الأستاذة جيهان كمان من العملاء المميزين والمحترمين جدا. الله يديك الصحة يا ابني. الله يحفظك، شكرا لمداخلتك. شرفتيني يا أستاذ، شرفتيني. كنا بنتكلم مع السلبيات والإيجابيات. صح. عايزين نتكلم بقى. ما لا أنا كنت عم بتقول عن السلبيات. عن السلبيات. السلبيات إنه أنت لما عم تتعاملي مع العملاء يعني مش كلهم زي بعض. أكيد. التعامل من خلال الصفحة والنت يعني بيبقى فيه غموض طبعا، غير ان انا اكون مباشر ما بين حضرتك اكيد اكيد. يعني فيها سلبيات وبنفس الوقت بس كايجابيات اكتسبت يعني معرفة ناس كتير، معرفة ايجابيات هي مفرق. كمان اثبات حضور واثبات وجود وتمهيد لشغل اكبر من هيك باذن الله. ماشي.
طب ايه بقى مفاجاتك اللي الفتره الجايه ان شاء الله او تخطيطاتك الفتره الجايه؟ الفتره اللي جايه ان شاء الله هنضل ماشيين على تصميمات المودرن، بس هندخل عليها الشغل اليدوي. حابب يكون مفاجاه يعني، لسه نحن قيد التصميم لسه. ممتاز. طب التواصل ازاي؟ يعني انا عاوزه اتواصل مع حضرتك يوب ازاي؟ مجرد تليفون؟ التواصل ولا؟ التواصل عن طريق الصفحه، موجود الارقام والواتساب وكل حاجه. ممتاز. طب ايه النصيحه اللي تحب تقدمها للساده المشاهدين او لكل عروسه بتختار الستاره بتاعتها بمعنى اصح؟ هلا بغض النظر عروسه او اي عميل بيتعامل معي او مع غيري، اول شغله انا المنتج تبعي واضح، التصوير عندي بصوره بتليفون او بكاميرا عاديه. فانا نصيحه للمشاهدين، اذا تعاملوا مع اي صفحه او معي بغض النظر، بتمنى انه يطلبوا المنتج صور على الطبيعه ويتاكدوا من المنتج اللي هم يعني حيجيبوا، لانه انا بصراحه كنت عم اتعامل شخصيا، عم اتعامل مع ناس عن على الاونلاين مثلا، اي يعني زي اي حد يعني عجبه شغله على الاونلاين وحب يشتريها. اكيد. وصار معي مواقف يعني بصراحه يعني صعبه، يعني شفت شغله على الاونلاين. اي شغل فيه سلبيات وايجابيات. صح. اكيد اكيد طبعا. حضرتك شرفتينا ونورتينا، وكان نفسي انا اللي لي الشرف. والله انا اللي لي الشرف. من نجاح لنجاح يا رب. الله يخليك يا رب. شكرا لحضرتك وشكرا للقائمين على العمل بالبرنامج. شرفنا بيك. وبكده وصلنا لنهايه فقرتنا، وانتظرونا في فقره جديده مع اعلاميه الجميله هند شاهين. واحب اشكرها من هنا على الثقه وعلى انها حبت تحطني في في موقف جميل جدا، اللي هي تديني الثقه بالنفس وتخليني اعمل حلقه لوحدي جميله زي دي. بس مهما عملت ومهما قلت فانتي برضو الاساس. انتظرونا في الفقره الثانيه مع هند ميد الشنط ومع الاعلاميه الجميله هند شاهين.